أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول وردت البشارة في هذه الآية، ما هي أنواع البشارة؟ البشارة هي الخبر السار أو الخبر المفزع، بشرهم بعذاب أليم. والبشارة أصلها الخبر الذي يظهر، الخبر الذي يظهر أثره على البشرة يعني على الجلد، فإذا بشر بالخير أسفر وجهه وسر، وإذا بشر بالشر انقبض وخاف وحزن. نعم.